نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض رؤساء جماعة التبليغ أن فضيلتكم قد تراجع عن تخطئتهم وأنكم تقولون الآن بأنهم على صواب، فهل هذا القول صحيح؟ الكذب ما يعوزهم أبد، الكذب علي وعلى غيري ما يعوزهم، إذا كانوا صادقين يجيبون كلامي إما مسجلاً وإما مكتوباً، فإذا كنت قلت هذا مسجلاً أو مكتوباً فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أخطأت. أما إذا كان مجرد كذب وافتراء هذا ما ينفعهم شيء. نعم.